الجمعية العامة للأداب والفنون أقامت الجمعية وبالتعاون مع مديرية ثقافة في حلب حفلاً فنياً تراثياً بمشاركة الكورال الوطنية، وذلك في دار الكتب الوطنية عند ساعة باب الفرج. وقدم الكورال والمشاركون وصلات فنية من مقام الحجاز والبيات، إضافة لأغاني تراثية وشعبية ووصلات أدبية. نحن الكورال عندنا صار له 5 سنين تقريبا من أول الأزمة مشكل، ولازلنا مستمرين على هذا المنوال. إن شاء الله اليوم رح تسمعوا شيء حلو وأداء جيد بهالمناسبة العظيمة. طبعا هذا الحفل يأتي نتيجة ثمرة هي الأطفال اللي أنتم شايفينهم قدامكم. طبعا نحن نقوم بتدريبهم وتهيئتهم حتى نصل ونرقى إلى أعلى المستويات. طبعا عم دربهم أغاني تراثية وأغاني وطنية. نغني لحلب حتى تستعيد حلب الألق، هذا الفن الذي سيتكامل مع الثقافة في أجمل وأعظم دار في حلب، دار الكتب الوطنية التي لها في وجدان الحلبيين ما لها. عندما نحتفل بالعيد 58 لتأسيس الجمعية العربية المتحدة للآداب والفنون، نحتفل بعيد النصر، نحتفل بعيد الانتماء، نحتفل بالوطن، نحتفل بمن بقي في هذه المدينة العامرة والتي تخرج أجيالاً في الأدب والفن والثقافة عامة. هي مشاركة كتير حلوة الصراحة، لأنه نحن في كورال حلب الوطني نفتخر وقت منشوف العالم مبسوطين وهنا عم بيستمعوا لإلنا ونحن عم نغني، نحن عم نغني لتراث حلب. يعني نحن الحمد لله مبسوطين وسعيدين بذكرى 58 لتأسيس الجمعية المتحدة لآداب الفنون، خصوصا هلا عم نقدم الأغاني التراثية والأغاني الوطنية. مدرجات غصت بحضور لطالما انتظر أن يعود الألق إلى مدينته بعد أن عانت من الإرهاب، واليوم تعود الحياة إليها بهمة أبطال الجيش العربي السوري وصمود الأهالي.